بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس سبل تعزيز العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. ويلتقي شولتس في طهران رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وممثلين عن المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مؤسسة أوروبية إلى إيران بعد مرور 4 أشهر على توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1.